تواصل وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 295 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 74 طن مواد غذائية وغير غذائية، ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم تم ضبط 27 طن سلع غذائية، كما تم أيضا ضبط ما يقرب من 15 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بازيد من السعر الرسمي للسلع الغذائيه وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومه تم ضبط ما يقرب من 27 طن دقيق مدعم اما في مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 484 قضيه من بينها 154 قضيه خبز ناقص الوزن و 141 و قضيه خبز غير مطابق للمواصفات